بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 51. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المراد بالمعية في قوله تبارك وتعالى إن الله معنا، وهل للمعية أقسام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم المتيقن أن الله سبحانه وتعالى فوق سمواته مستو على عرشه، له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كل ذلك ثابت له سبحانه وتعالى. ومع كونه فوق سمواته مستوى على عرشه، هو مع خلقه بعلمه وإحاطته، لا يخفون عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفون عليه سبحانه وتعالى. المعية هنا معية علم وإحاطة، ومعية نصر وتأييد، فهي على قسمين: معية علم وإحاطة لجميع المخلوقات المؤمنين والكفار، ومعية نصر وتأييد وهي مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال جل وعلا لموسى لما أرسلهما إلى فرعون، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهو معهما بعلمه ونصره وتأييده سبحانه وتعالى، فلا يخشون من بطش فرعون، لأن الله معهم يحميهم ويحفظهم وينصرهم. قد تحقق ذلك، حقق وعد الله لموسى وهارون عليهم السلام، فحفظهما الله ونصرهما على فرعون وأهلك فرعون وجنوده. فالمعية على قسمين، هي ليست معية اختلاط ومماسة كما يقوله الحلولية، وإنما هي معية علم وإحاطة ومعية نصر وتأييد، وهذا ثابت حتى للمخلوق. فالقمر في السماء، ومع هذا يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، يعني بضوئه وإنارته، وهو في السماء. ليس معنى المعية المماسة والمخالطة دائما، وإنما هي على قسمين: معية مخالطة ومماسة، وهذا بالنسبة للمخلوقين بعضهم مع بعض، ومعية علم وإحاطة ونصر وتأييد، وهذه بالنسبة لله عز وجل مع خلقه ومع المؤمنين. نعم. يقول أبو عبد الله فضيلة الشيخ: ما المراد بالعلم الشرعي، وماذا يدخل بهذا العلم الشرعي؟ وفي زماننا هذا كثرة العلوم، هل تعتبر من في دراستها من العلوم الشرعية؟ العلم الشرعي ما ثبت بالكتاب والسنة، القرآن الكريم والسنة النبوية. وأما علوم الدنيا من الصناعات والاختراعات، هذه علوم دنيوية. وأما العلم الشرعي فإنه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شرعه لأمته من الحلال والحرام والعبادات والطاعات وغير ذلك من أمور الدين، هذا هو العلم الشرعي. وأما العلوم الصناعية هذه لا يقال لها علم شرعي، إنما يقال لها علوم دنيوية، علوم دنيوية، صناعات ومهن وحرف وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟ معناها أن الله سبحانه عرض الأمانة التي هي التكاليف الشرعية، الأوامر والنواهي طاعات، على السماوات والأرض، عرض تخيير لا عرض إلزام، خيرها أن تحملها ولها الأجر أو أن لا تحملها تسلم من مسؤوليتها فآثرت العافية. وحملها الإنسان، جنس الإنسان، آدم وذريته، جنس الإنسان حمل هذه الأمانة، آثر الغنيمة والأجر والثواب فحملها. منهم من حملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، ومنهم من أبى أن يحملها ظاهرا وباطنا وهم الكفار، ومنهم من حملها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون. ولهذا قال بعدها:
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات كان الله غفورا رحيما. نعم. يقول السائل: أذن أذان الفجر ولم أوتر، هل يجوز أن أوتر بعد صلاة الصبح؟ لا، فات وقت الوتر أجله إلى النهار إلى ارتفاع الشمس واقضه مشفوعا، إذا كنت توتر بثلاث اجعله أربع ركعات بسلامين، وإن كنت توتر أكثر من ذلك فإنك تقضيه مشفوعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا فاته الوتر من الليل فإنه يقضيه بالنهار ويشفعه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم، هل المصلى يأخذ حكم المسجد؟ وإذا كان في المؤسسة أو الدائرة مصلى والمسجد يبعد عنا تقريبا أكثر من 2 كيلومتر، كيف نصلي؟ نعم، إذا كنتم تسمعون الأذان بدون مكبر، لو أذن بدون مكبر تسمعونه يجب عليكم الذهاب إلى المسجد. أما إذا كان المسجد بعيدا عنكم ولو أذن بدون مكبر لا تسمعونه إنكم تصلون في دائرتكم، والمصلى ليس بمسجد ولا يأخذ أحكام المسجد وإنما يقال له مصلى. نعم. أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تجعل المسلم مستقيم على دينه، وما فضل الاستقامة على الدين والأسباب المعينة على الاستقامة على هذا الدين؟ الأسباب هي توفيق الله سبحانه وتعالى، من شاء الله وفقه للاستقامة وهداه إلى الصراط المستقيم، إذا كان عنده رغبة في الخير فإن الله جل وعلا يعينه ويثبته ويسر له الخير، وإذا كان عنده نفور من الطاعة وبغض للعبادة فإن الله يحرمه منها. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تنظر في بعض الكتيبات الصغيرة الشرعية التي يوجد فيها بعض آيات القرآن الكريم، وما الحكم فيما إذا قرأت بالمصحف وهي حائض بدون أن تلمس هذا القرآن وهي تقرأ بالنظر فقط؟ الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، مثل الجنب لا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل، كما أنها لا تصلي حتى تطهر وتغتسل كذلك لا تقرأ القرآن إلا بعد أن تطهر. بعض العلماء يرى أنها لا بأس أن تقرأ وهي حائض لكن لا تمس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، فتقرأ من غير أن تمس المصحف، إما عن ظهر قلب وإما أن تقرأ في المصحف بواسطة وتضع على يديها شيئا من وراء حائل وتمس المصحف من وراء حائل، أو أن تمسه بمسطرة وما أشبه ذلك. بعض العلماء يرخص لها في ذلك لأن الحيض يطول وقد تنسى ما حفظته، فلا ولا هناك دليل واضح يمنع الحائض من تلاوة القرآن. نعم. أبو محمد يستفسر عن الآية في قوله تبارك وتعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. مشهور عند المفسرين أن المراد بالصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة، فالمولود يخرج من بينهما من ماء الرجل وماء المرأة. نعم. أحسن الله إليكم، أبو رعد يقول: شيخ، بالنسبة للصلاة هل تقضى عن والدي المتوفى حيث مرض في أيامه الأخيرة ولازم السرير وترك الصلاة وهو في سريره؟ الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله باقي، لكنه يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المريض لا يترك الصلاة وهو يقدر على أن يصلي ولو مستلقيا، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فلا يترك المريض الصلاة لكنه يصليها على حسب حاله ولو على السرير، إن استطاع أن يتوضأ بالماء يتوضأ، وإلا فإنه يتيمم بالصعيد الطيب ويصلي ولا يترك الصلاة. أما أنها تقضي الصلاة، الصلاة لا تقضى، الصلاة عمل بدني لا تدخلها النيابة لا عن الحي ولا عن الميت، لا تدخلها النيابة. نعم. يقول أبو إبراهيم: عندنا صندوق أسري عائلي لأسرتنا وأفرادها الصغير والكبير، هل في هذا الصندوق وهذا الجمع فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة، والصندوق إنما هو تبرع، لا يجبر أحد من الأسرة على أن يدفع للصندوق، إنما كل له اختياره، إن شاء دفع وإن شاء
لم يدفع. نعم. يقول الشيخ السائل: هل ستر العورة من شروط الوضوء أو من صحة الوضوء؟ ليست من ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وليست شرطا للطهارة. يمكن الإنسان يتطهر وهو غير مستور العورة، لكن لا يمس عورته بعد أن يتوضأ، لأن مس العورة بعد الوضوء مباشرة ينقض الوضوء. نعم. يقول في الفقه الطاهر: الماء الطاهر والماء الطهور، ما الفرق بينهما وحكمهما في الفقه؟ الطاهر هو طاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وأما الطهور فهو الطاهر في نفسه الذي يطهر غيره. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، فهذا هو الطهور. والصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس. نعم. يقول السائل أبو يزيد: فضيلة الشيخ، أجريت عملية في القلب وأنا كبير في السن، وأحس بعد العملية بفتور لا أستطيع أن أحمل جسمي، وأصلي جميع الفروض على كرسي، هل صلاة الواقف مثل صلاة الجالس على الكرسي يا فضيلة الشيخ، حيث لا أستطيع الذهاب إلى المسجد؟ القيام في الصلاة في الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا يسقط إلا عند العجز عنه، فإذا لم تقدر على القيام في الصلاة فإنك تصلي جالسا، ولك مثل أجر القائم، لأنك تركت القيام لعذر ولم تتركه اختيارا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا راعي عقار: أنا عندي محل ودكان للبيع في الأراضي، وعندي أراضي أعددتها للتجارة والبيع والشراء لسنوات، فضيلة الشيخ، هذه الأراضي عندي، هل أزكيها؟ نعم، يجب أن تزكيها كل سنة، كل ما مضى عليها سنة وأنت تنويها للبيع فإنك تثمنها بما تساوي عند تمام الحول، وتخرج ربع العشر زكاة عنها. نعم. أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لدعاء المسافر، متى يقوله؟ وإذا دعا المسافر وهو بعد خروجه من بيته؟ يدعو المسافر إذا ركب لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا دعاء السفر يؤخذ من هذه الآية: لتستووا على ظهوره. دعاء السفر يقال عند الركوب على الدابة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة. نعم. يقول: نحن مجموعة في سفر وفي طريقنا لم نسمع النداء للصلاة، ثم وصلنا مسجد قد أذن فيه، فهل يلزمنا أن نؤذن علما بأن المسجد يصلى فيه الجماعة تلو الأخرى؟ إذا أردتم الصلاة فأذنوا ولو كنتم سمعتم الأذان به مسجد. إذا أردتم الصلاة وأنتم مسافرون فأذنوا وارفعوا الأذان كما جاء في الحديث: تشهد لكم البقاع. نعم. يقول: ما المراد بالآية أو لامستم النساء، وهل ملامسة النساء تنقض الوضوء؟ للعلماء فيها رأيان: لامستم بمعنى لمستم من غير حائل، إذا لمس المرأة بشهوة من غير حائل فإنه ينتقض وضوءه، والقول الثاني: لامستم، المراد بالملامسة هنا الجماع وليس اللمس باليد. نعم. فضيلة الشيخ، هذا شخص اقترض من زميل له مبلغ 50,000 ريال، واستمر عنده 5 سنوات، لأن هذا الشخص يقوم ببناء منزل، فمن الذي يزكي هذا المبلغ إذا كان المقترض غير ميسر؟ يزكيه الداين، صاحبه الذي يملكه في ذمة المستدين، يزكي ما له من المال الذي في يده والذي في ذمم الناس، يزكي الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، شخص دائما يتلاعب بألفاظ الطلاق ويقول لزوجته: أنت طالق، ثم بعد ذلك يقول: إنني أمزح معك وأرتب معك بعض المزاح، هل يقع مثل هذه الطلاق؟ الطلاق لا يمزح به، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة، هذه لا يمزح فيها، إذا تلفظ بها ترتب عليها حكمها، وعلى السائل أن يراجع المحكمة أو يراجع دار الإفتاء في الرياض في مسألته وينظر في طلاقه. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم أكل لحم الخيل والنعام. حلال، هذا الخيل حلال. قالت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. الخيل حلال. والشيء الثاني: الخيل والنعام. كذلك أن
النعام لأنها من الطيور تدخل في المباحات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الخشوع مطلب في الصلاة، ما مقدار الخشوع الذي تطمئن به الصلاة وتصير الصلاة تامة؟ الخشوع ليس ركنا في الصلاة، الخشوع هذا من الله. من الناس من يخشع فيكتب له الأجر كاملا، ومنهم من يخشع بعض الخشوع فيكتب له بقدر ما خشع فيه من صلاته، ومنهم من لا يخشع فلا يكتب له أجر. فالخشوع ليس شرطا في الصلاة، وإنما هو واجب في الصلاة وروح الصلاة، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه. وإنما الطمأنينة هي الركن، هي ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة وهي السكون وإن قل، هذا الركن. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: كثرة البيوع في وقتنا الحاضر ومنها بيع العينة، فما مثاله وما حكمه وهل هو جائز في وقتنا الحاضر؟ بيع العينة معناه أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على غير من اشتريتها منه واستدنتها منه وترتفق بثمنها، يكون المحتاج ما يجد من يقرضه فيلجأ إلى أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير الدائن ثم ينتفع بثمنها، فإذا حل الأجل يسدد للدائن، وهذه تجوز عند الجمهور للحاجة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. سجل هذا اللقاء زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.